طيب قلت لها ماذا يحدث؟ قالت أنا عندي بنات والله سبحانه وتعالى رزقني بهذا الطفل. الآن بعد الحمل الذي يستنزف عدد هائل وكبير جدا من العناصر من جسم المرأة، وبعد الولادة والإرضاع الذي يستنزف مزيد من العناصر، عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن حملته وهنا على وهن. أصلا المرأة في كل شهر تفقد نص كيلو أو كيلو من العناصر من خلال الدورة الشهرية. طيب ومع الحمل هذا الجنين قلبه ودماغه وعظامه وطحاله وكبده وكل ما فيه يسحب من عناصر جسم المرأة سواء عندها أو ما عندها، يعني سواء هذه المرأة سبحان الله أكلت أو عندها أوحام أو هي تراجع أو تستفرغ أو عندها غثيان أو لم تأكل، هو الجنين سيسحب من جسمها. من أجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى حملته وهنا على وهن. طب والآن مع سوء التغذية والزراعة السيئة وإضافة السماد الكيماوي الذي عماله يفقد النباتات حوالي 11 عنصر من عناصرها ويفقد الدماغ ما يحتاجه من عناصر، إذا أصبح وهنا على وهنا على وهن، يعني كله الموضوع واهن جدا، وهذا اجتهاد من عندي. طيب